تحية للجميع مرة أخرى الأصدقاء، والاستعداد لموكب ديلان كارابي في زهور الدم. أرسلت باران فستاناً لها لارتدائه بناءً على الدعوة المقدمة في المنزل. سوف تستجيب ديلان للدعوة كأميرة. ديلان وباران يتصارعان هاربين لأنه لا يستطيع الجلوس والتحدث بصراحة. يمضون قدماً من خلال التحدث مع بعضهم البعض. على سبيل المثال، رأينا في هذه الحلقة أن باران جعل نفسه يعتقد أن ديلان سيغادر يوماً ما. كلما فكر باران على هذا النحو، كلما اعتقد أنه تم استبعاده باستمرار في ديلان وأنه لا مكان له في عائلة كارابي. في الواقع، كان هناك الكثير من الأحداث الموحدة التي يبدو أن أياً منها لم يحدث الآن. ويل لهم إذا لم يتمكن الزوجان من الجلوس والدردشة بهدوء حتى بعد كل هذه الحالات من العودة من الوفيات. من ناحية أخرى، أدرك قادر من موقف ديلان أنه يشعر بالغيرة من باران. أثناء محاولته الوقوع في مشاكل معه وتهدئته، سمع باران: ديلان عاطفية. كانت مشاعر الفتاة مهترئة تماماً. يواصل وضع الكلمات على باران: يتهمني بشراء كل شيء جديد. يواجه باران ديلان ووالدته بمواجهتهما، وهكذا يتخذ باران خطوة أخرى إلى ديلان. نعم أيها الأصدقاء، يحق لك أيضاً الحصول على الحلقة الأخيرة من مسلسلنا، ومن فضلك لا تنسى مشاركة آرائك معنا في قسم التعليقات. هذا كل شيء منا في الوقت الحالي. أيضاً لا تنسى الاشتراك في قناتنا وإعجاب الفيديو الخاص بنا لمواصلة المحتوى الخاص بنا بهذا النمط. وداعاً لمقاطع الفيديو الأخرى الخاصة بنا. أراك لاحقاً.